تغني، لكنها تحمل في الآن ذاته تراثاً نسائياً صرفاً ورثته عن الجدات. كان في بداياته حبيس الجلسات الخاصة بالفتيات والنسوة، لكنه تجاوز الجدران في زمننا هذا. هذا اللون يسمى أغنيات البنات. إحنا طبعاً مما قمنا لقينا التراث باباتنا وعماتنا، وأنا شخصياً يعني شلت من عمتي أخت أبوي التراث ده، شلت من عمتي أخت أبوي أنا، يعني هي اللي ورتني أغاني السباتة، ورتني مثلاً التراث وأغاني اللي بيقولوا شنو الحقيبة، يعني أغاني التمتم. يقول الباحثون المحليون إن أغنيات البنات تكشف الستار عن الكثير مما رافق المجتمع السوداني من سلبيات وإيجابيات على مر الزمن. الفكرة كانت إنه why not إنه يكون برنامج انترتينمنت خاص بالبنات، لأنه ما في حاجة زي دي، حاجة تكون سبيشال للبنات. فالفكرة جات إنه why not نعمل سيموليشن للحاجة تكون يعني لايف، وحاجة تكون الناس تيجي تحضر وتنبسط، ويكون فيها حاجة إضافة زي السبونسر من الشركات الكبيرة اللي هي مختصة بحاجات البنات. يعول الكثير من المتعهدين على نجاح هذا النوع من الحفلات كاستثمار لما يجده من قبول في الأوساط النسائية. بيحاول أن البنات يعبرن عن مجتمع، عن واقع، عن الأصفر والأبيض والأسمر بكل الألوان، المحبوب والمسكوت عنه. هنا البنات ليس لديهم مدة صلاحية، دائما الصلاحية سيعيش في السودان متى ما عاشت الأنثى تغني. ويبدو أنه أمام بعض العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية التي تقف حائلا دون بوح النساء بما يجول في خواطرهن، جاءت أغنيات البنات لتكون بمثابة نافذة بوح فنية لهن. مشهد ثقافي فني سوداني خالص، ولوحة تعبر عن واحد من طقوس الأفراح والمناسبات السعيدة عند النساء السودانيات، يسعين من خلاله للحفاظ على عادات كانت تشكل جزءاً راسخاً من تاريخ وهوية المرأة السودانية. رشا رشيد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.